السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على واحد العشبة اللي كتسمى عشبة القيصوم. القيصوم اسمها العلمي أرتيميسيا أبروتانيوم، الاسم العلمي ديالها أرتيميسيا أبروتانيوم، وعندها بزاف ديال الأسماء في المعجم ديال النباتات. نذكر من بينها كتسمى قيصون بالصاد وقيصون بالسين، وعندها واحد الاسم اخر كتسمى مسك الجن، وكتسمى كذلك شيح محرق، كتسمى كذلك سعتر الحمير، ورأبال كتسمى كذلك رأبال، وكتسمى هذا الاسم كذلك مشهور هو الشيح البري. الشيح البري في الجزائر باللهجة الجزائرية فهو كيتطلق على هذه العشبة ديال القيصون، كيتطلق عليها اسم الجعدة. الجعدة في معظم الولايات فهم كيطلقوا عليها اسم الجعدة. بالفرنسية هو كيتسمى اورون اورون او لا سيترونيل، اورون او لا سيترونيل. فبالانجليزية فهو كيتسمى ساوترن وود، ساوترن وود، وكيتسمى كذلك ابروتانيوم. ابروتانيوم عندو جوج اسماء باللغة الفرنسية وعندو جوج اسماء باللغة الانجليزية. فهو هاد العشبة ديال القيصون فهي عشبة متوسطة العلو، عندها اوراق ضيقة وطويلة ومتشعبة، لها رائحة الليمون الحامض. اما الازهار ديالها التي تفتح بين شهرين يوليوس وغشت. الاجزاء المستعمله في هذه العشبه هذه فهي كتستعمل الاغصان العلويه الحامله للازهار، الاغصان العليا الحامله للازهار، وكذلك الاوراق ديالها قبل ظهور الازهار، اوراق قبل ظهور الازهار. بالنسبه لطريقه الاستعمال، الاستعمالات ديال هاد المزادي متى يمكن استعمالها؟ فتستعمل في التثليج. شنو كنقصدو بالتثليج؟ التثليج هو احمرار انتفاخ الاصابع ديال الرجل ولا ديال اليدين خلال فصل الشتاء. كما كتعرفوا فان فصل الشتاء فهو كنلاحظو انتفاخ على مستوى الاطراف ديال الاصابع ديال اليد وكذلك ديال الرجل والاحمرار ديالهم. فهاد العشبة هادي فهي كتستعمل في علاج هاد المشكل هذا، وكذلك فهي كتعالج التهابات الجلدية. إذا كانت شي التهاب على مستوى الجلد على مستوى البشرة فهو كيعالج هاد المشكل هذا، وكذلك كيزيد النمو ديال الشعر. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر وضعف نمو الشعر فهو كيزيد من زيادة في نمو الشعر، وكذلك كيفتح الشهية. بالنسبة للناس اللي عندهم ضعف الشهية ولا فقدان الشهية فهو كيساعد على زيادة وفتح الشهية، وكذلك كيساعد على زيادة الرغبة الجنسية لدى الذكر والأنثى للزوجين، يساعد في زيادة الرغبة الجنسية، وكذلك يساعد في يقوي الدم، وذلك بزيادة الكريات الحمراء في الجسم. فهو في هذه العشبة فهي كتساعد على زيادة الكريات الحمراء في الدم، وبالتالي فالدم ديالنا كيتقوى أكثر وأكثر. إذا كانوا هادو هما بعض المعلومات والفوائد عشبة القيصون. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا، وإذا عندكم أي فيديو أي عشبة بغيتونا نتكلموا عليها في فيديو خاص فما عليكم تكتبوها لنا في التعليق، وإن شاء الله أنا غادي نجاوبكم بإذن الله. كنشكركم على المتابعة ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.